الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براولي تي في لجل كبا كلين كلين بلا جلين أنا بولا لو سان فلالا أنيو بلا جلين فو ني أو كواتي فو لي كاجر أولا حكلي جيكي بولوما أنا براولي تي في ندايل لا فاجمين كما أودي يي جمكو جرفون فنبكان فيانو ni alaw tala ma basi kɛ an b'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ yaasa balima minnu bi yɔrɔ ja la u bɛ se k'u ɲɛnafin bɔ n'a ye cogoya min na. N'i ko barawuli i ko kalan. O siratigɛ kɔnɔna na kuranɛjigi belebele bolodara an fɛ bi barawuli dugu kɔnɔ yan. An balimakɛ ni an dɔgɔkɛ Sheikh Nasila a ka kalanden 12 mɔgɔ 12 mɔgɔ 2 olu ta ye durusi ye. Mɔgɔ 10 olu ta ye kuranɛ jiginni ye. A kɛra barawuli jangandara duba la n'o ye alimami bafe ye. Barawuli ka bɛɛ lajɛlen bɔra ka an sɛgɛrɛ yen nɔ. Fɛn min bɔra kɔnɔna na an badenw ni sinjiw an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. أتتخذنا هزوعاً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها فيخرج وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون يؤمنون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونهن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة أم موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو هوزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال ولمحذب من كل الحال. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا أنهم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوريد والإنجيل والزبور والفرقان أعطينا جميع ما سألناك به بسر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بشكرك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ونفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق
القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضار ضياء وبالضاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالعين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالآم للفلقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.